عن طريق الأفلام الكرتون أنت قادر تعرض قضايا وتحكي عن كتير أمور بشكل بسيط وسلس، أنه يوصل للناس ويوصل للجمهور أكتر وأنه يوصل لقلوب الناس أكتر. حبيت أتقرب أكتر من قضايا الأطفال وأبدأ أشتغل عليهم، خصوصاً أنه إحنا منعيش في قطاع غزة، في حصار، في خوف، في ألم طول الوقت. الأطفال بيعانوا من مشاكل ومن قضايا، فحبيت أنه أنا أبدأ في العمل على القضايا هذه عن طريق كتابتها بسيناريو معين وتحويلها لقصص أفلام كرتون تكون قريبة توصل فكرة. لساتنا بنتذكر الندوب الموجودة فيها، فحاولت إنه أنا أبين إيش الأحداث اللي صارت، إنه إحنا كيف كنا عايشين بهدوء وبسلام، ولكن بلحظة واحدة كل إشي بينقلب لدمار، لخوف، لأشياء ما فيها سلام ولا أمان.